بمشاركة عدد من الشركات العاملة في المجال الطبي، اختتم المخيم الطبي المجاني أعماله التي استمرت 6 أيام. استفاد فيه ما يزيد عن 400 مريض من الذين يعانون من الحالات النفسية والعصبية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. كرمت وزارة الصحة العامة والسكان وقيادة مستشفى الأمراض النفسية والعصبية الشركات المشاركة في المخيم الطبي المجاني الذي أقيم برعاية وزير الصحة العامة والسكان ونظمه البرنامج الوطني للصحة النفسية. طبعا مرور 5 أيام بنجاح منقطع النظير، وقد تكلل اليوم إن شاء الله بالنتائج المرجوة، وهذا يعكس النجاح وفائدة الشراكة بين مختلف القطاعات المجتمعية، سواء إدارة المنشآت الحكومية وكذا المنشآت الوطنية الخاصة الممثلة بشركات الأدوية. هذا الختام نشكر الشركات المساهمة، شركات الأدوية التي ساهمت في دعم هذا المخيم، كما نشكر إدارة المستشفى الممثلة بالدكتور ثابت والطاقم الطبي والتمريضي وكذلك الحراسات الأمنية وكل الذين ساهموا في نجاح هذا المخيم. ندعو جميع الجهات الداعمة إلى دعم مثل هذه المخيمات التي ممكن أن تستمر على شكل دوري. وقد أسهم المخيم الذي شاركت فيه العديد من الشركات العاملة في هذا المجال في تقديم الرعاية الطبية والدوائية للأمراض النفسيين في محافظة عدن والمحافظة المجاورة. أدى اليوم بنجاح المخيم للأمراض النفسية والعصبية في محافظة عدن والذي استمر لمدة 5 أيام. نشكر كل المتعاونين الذين أنجحوا هذا المخيم وقاموا بجهد كبير من الأطباء والمندوبين، وبإذن الله سنقوم عدة مخيمات للأمراض النفسية والعصبية في محافظة عدن والمحافظات المحررة لدعم شريحة المرضى الذين يعانون من هذه الحالات. ويعد هذا المخيم الأول الذي يقام في هذا المجال، وقد شهد المخيم إقبالا منقطع النظير من المرضى ومرافقهم. كانت مشاركتنا في المخيم الخيري من أول يوم بدعم المخيم بأدوية مجانية توزع للمرضى في هذا المخيم، كان الإقبال بشكل عام يعني مبهر من أول يوم. كانت مشاركة فاعلة، شارك عدد من الأطباء ومجموعة من الشركات في تقديم الأدوية المجانية للأمراض، وكانت هناك مشاركة فعالة حيث استفاد عدد كبير من الأمراض في تقديم العلاجات. شاركت الشركات في تقديم العلاجات لبعض الأمراض وأغلبهم، وكانت مشاركة فعالة ويا ريت إن شاء الله تتكرر. استقبلنا عدة حالات من عدة محافظات، محافظة بالع، محافظة لحج، زارونا وتم صرف الأدوية، وكان الإقبال أكثر من رائع، يعني استقبلنا تقريبا ما قابل من 50 إلى 100 حالة في اليوم. وقد اختتم المخيم أعماله بالتأكيد على أهمية هذه الفعاليات التي من شأنها مساعدة الأسر الفقيرة، وكذا ضرورة زيادة المساهمة المجتمعية خاصة من جانب القطاع الخاص. لبيب محمد علي لقناة عدن الفضائية، العاصمة المؤقتة عدن.